وبعدين بقى انا هفضل مستني كتير ولا ايه؟ قلت لحضرتك الهانم معها تليفون ولما تخلص هبلغها. وده تليفون ايه اللي بياخد الوقت ده كله؟ ها؟ هلا ما تردي عليا يا انسة يا مدوزيل، ما تخافيش يا حلوه انا ما بقعدش، رد يا جميل. ها؟ هو في ايه؟ الهانم في انتظارك. طيب كويس قوي، يلا بينا. لحظه واحده، في ايه؟ بالراحه. طيب اتفضل. حاضر. الراجل ده شكله كده عامل مصيبه، والهانم حطاه في دماغها وسلمته للمرعب اللي ما بيرحمش. شكري بيا يا هانم، وانا قريب لو حضرتك احتاجتي حاجه. ما تقلقش وما تقلقيش انت كمان، انا مش جاي وناوي على الشر ولا حاجه. لا انت بتهزر، ما نقلقش شر ايه؟ انت خلاص لا بقيت حمل خير ولا بقيت حمل شر، انت كنت بالونه منفوخه وفرقعت. روح انت يا عاصي لما احتاج لك هناديك. لايق عليكي قوي المكتب يا نورهان. طبعا مش بنت الديب. تعرف ان انت اول واحد بابا جهزه عشان يقعد مكانه هنا على المكتب ده. عارف، وعارف كمان ان كل ده باظ بسببك انت. ايه ده يا اخي، هتفضل لحد امتى كده؟ ما تعترف مره واحده في حياتك بغلطك. انا غلط. ارجع كده بالذاكره ورا شويه يا شكري. لو كنت حبيتني انا وبنتك واحتويتنا ما كانش كل ده حصل، كان زمانك انت اللي قاعد مكاني هنا. لكن تقول ايه بقى، ربنا بيدي كل واحد على قد نيته يا شكري. ها ما قلتليش ايه اللي حدفك علينا السعادي؟ انا كنت رايح اقدم بلاغ باللي عملتيه فيا. لا فكرة حلوة، وإيه اللي منعك؟ سهى. يا راجل قول كلام غير ده. ما هو مش حلو برضو إن هي تعرف إن أبوها بيعمل محضر لأمها عشان أمها جابت لأبوها بلطجية يضربوه. شوف يا شكري، خش في موضوعك من غير لف ودوران، لأن كلامك ده خلاص ما بقاش يخيل عليا. القطة المغمضة خلاص فتحت، نورهان القديمة اللي انت كنت بتعرفها زمان انتهت ماتت، عشان كده يا ريت تجيب من الآخر وتتكلم على طول، وإلا أنا ماليش دعوة، هتصعب عليا وانت مجرب. ياه بقيتي قوية ومفترية قوي يا نورهان. عاصي. لا لا عاصي ايه وعلى ايه، أنا كبرت يا نورهان، مش حمل الكلام ده كل شوية. أنا بس حبيت أقولك إن أنا يعني كأب من حقي أشوف بنتي من وقت للتاني. إيه في إيه؟ بتتكلم بجد؟ بتكلم بجد في إيه؟ ده أنت بقيت حنين أوي. هو أنا لو رفض فيها حاجة دي؟ لا من حقك ترفضي، بس هيبقى ساعتها بيني وبينك المحاكم، ولازم تفتكري يا نورهان إن أنا جيت لك بنفسي عشان نتفاهم زي ما أنت طول عمرك كنت بتتمني. عندك حق برضو. تصور انا غلطانة؟ لا انا هرجع نفسي، لان الحقيقة البنت برضو محتاجة يبقى لها اب. وبعدين انا مش ممكن ابدا انسى في حياتي ان اسمك مرتبط ببنتي. حقها. الله، ده انتي ما بقيتيش قوية مفترية بس، انتي بقيتي ذكية كمان قوي. خلاص نلعبها على المكشوف. شوف يا شكري، عايز ترفع قضية اعلى ما في خيلك تركبه، اما بقى عايز تبقى بني ادم محترم انا ممكن اساعدك، اقنع بنتك واقول لها ان ده بابا وحبيبك بيحبك وندمان على كل اللي عمله، ونجرب ونشوف. اعتبر ده عرض؟ بس تقدم السبت. ازاي بقى؟
تبطل تحط ايدك في ايد اعدائي اللي عايزين يهدوني واللي مأجرينك عليا ومستغلين مصانع الحداد بيني وبينك. تغير طريقه تفكيرك، تفكر بشكل نظيف شويه عن كده. والله عرض يستحق التفكير. عاصي خد البير بيه برا الشركه، بس براحة عليه، ده مهما كان ضفنا. اوكي يا مولانا. اوكي. اتفضل. عايز تلعب؟ نلعب يا شكرا.